السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد وقصير من قناة خواطر فكرية. إن شاء الله بهذا الفيديو راح يكون هناك سؤالين توجهن للشيخ الفاضل علي الكوراني بخصوص هل زواج الرسول من عائشة هو باجتهاد أو بوحي، بالإضافة إلى موضوع آخر وهو زيارة عاشوراء. لماذا هناك لعن وهل اللعن ثابت او لا؟ لنستمع الى الاجابات وبعدها نرجع بتعقيب مختصر، فخليكم معنا. زيارة عاشوراء، من الذي كتبها؟ يعني كل محتوى زيارة عاشوراء وما موجود بها من اللعن وغيره، من الذي كتب زيارة عاشوراء؟ السؤال الاول. يكفينا ان يكتبها احد السفراء الاربعة، يكفينا أحد السفراء الأربعة، يكفي أن يكتب هذه الزيارة. إذا ثبتت إلى واحد وهي ثابتة إلى أحد السفراء للإمام المهدي سلام الله عليه، يكفي. وليش أنت متضايق من لعن الملعونين؟ لا عفوا، لا مو ضايق، أنا مو متضايق، بس أكو إشكال صار بيني وبين جماعة، ذكرت لهم قلت لهم أنه أكو لعن زيارة عاشوراء. شوف، اللعن ب36 آية من القرآن. اللي حضرته يقول أنه لا أنا ما ألعن ما شاء الله عليه من أهل التقوى، يقول 36 آية في القرآن. النبي الله لعن النبي، لعن الأئمة لعنه، وأنت أتقى منهم تريد تصير؟ هذا واحد. الشيء الآخر، شوف الآن كل عملهم بالسعودية يخافون من لعن يزيد بني أمية. مقاومتهم بالسعودية وبالبحرين وفي غيرها، وهالحملة اللي تشوفها على مجالس الإمام الحسين، لأنه ما يريدوا يطلعون جيفة أئمة الفجور والظلام والظلم من بني أمية وغيرهم، ما يريدوا يطلعونهم. فإذا الذين يعارضون اللعن يخدمون هؤلاء في الواقع. اللعن يعني مطرود من رحمة الله، هو الطرد مو مني أنا، جاي أخبروني أنه مطرودين من رحمة الله. أنا أقول يا ربي المطرودين من رحمتك أنا أيضا ما أقبلهم. اللعن منا إمضاء للطرد من رحمة الله، مو طرد منا نحن. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة عن وحي عن اجتهاد؟ لا، أشوف هل تزوج لوط ونوح، تزوجوا زوجاتهم عن وحي أو اجتهاد؟ قل له هاي مثل هاي. شوف يا عمي، هذا أسلوب عوام. يقول النبي ما يعرف يختار أصحابه، ليش هو اختارهم؟ الله فاتح بابه قال له هل يجيك اقبل. هو جاي المغيرة ابن شعبة مقتل له 8 كاين في مصر، وجاي بفلوس يقول له للنبي جبت لك أنا أعطيك 5، وقال له لا هذا غدر، بس الإسلامك مأمورين نقبل إسلام أي واحد. إذا أخي الكريم، لا يدل زواج الأنبياء على أن نساءهم طيبات للطيبون بالجنة، مو في الدنيا، محال يكون في الدنيا يا ابن الحلال. وإلا كيف يعني يطلع لوط ونوح خبيثين؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. خبثاء خبيثات، هذني شو خبيثات كانوا للطيبين. إذا لا يمكن الاستدلال على فضل نساء النبي بأنه تزوجهم. إذا عندنا نص منه هو يمدحهم شيء آخر، أما مجرد تزوجهم لا، يريد يرضي هذا يرضي هذا، يتزوج من اليهود يتزوج من المصريين يتزوج من هالقبيلة يتزوج من شخصيات مختلفة لمصالح مختلفة. الله، بعدين ماذا إذا واحد إجا قال لك وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين حوالينا، تقبل هاي؟ تقول يعني عائشة مجرمة حوالينا مجرمين؟
نقول له نعرف، لكن ما تدل على أنه عائشة مسلمة ولا تدل على أنها ممدوحة. إذن لا دليل من فعله صلى الله عليه وآله على مدح أو ذم. حياكم الله من جديد أخواني أخواتي. وإن قلنا زواج عائشة أو زواج الرسول من عائشة بوحي، فأني تعقيبي بهذا الخصوص إن الله عز وجل أمر بأن يتزوج عائشة حتى يمتحن الأمة. نعم، هل هذا الموضوع ينافي العصمة؟ هذا يعطي منزلة كبيرة لتلك المذكورة في الفيديو؟ لا، إنما نحن نقول إن الاختبار يكون أصعب، ويكون يعني الذي يتخلص من هذا الاختبار أو يتغلب على هذا الاختبار إن صحت العبارة يكون له منزلة جدا كبيرة، لأن هناك قرابة. والدليل إن هناك جدا فئة جدا كبيرة، مليار أكثر، مفتونين بهذه الشخصية. فنقول زواج الرسول من عائشة هو لفتنة الناس، وحتى يختبر الشخص الذي يتبع الرسول أو يتبع عائشة بخصوص الله. أخواني أخواتي، هسه الموضوع إذا رجعنا زيارة عاشوراء إلى القرآن الكريم، بالله عليكم هل ستوافق القرآن أو تعارضه؟ مثل ما ذكر عفوا الشيخ الفاضل علي الكوران أن هناك موارد جدا كثيرة لله عن فعله، شنو أنتم متضايقين؟ رد على الوهابية، رد على المنحرفين من الشيعة الذين يشككون بهذه الزيارة العظيمة، وفي أمان الله.